الرسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مركز أرت أوف بيوتي في دبي. موضوعنا عن السكر وبدائله وطرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. نذكركم أيضا بأن تردد إذاعة نور دبي في مدينة العين هو 102.9. دكتورة نادية، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، يا هلا. السكر طبعا للأسف مسؤول عن نسبة كبيرة من الأمراض والاضطرابات المرضية التي تصيب الصغار والكبار، وطبعا نحن بحاجة إلى السكر دكتورة، لكن ما هو السكر المفيد لنا؟ هل هو السكر المصنع؟ هل هو السكر المضاف؟ هل هو السكر الطبيعي؟ تفضلي. إحنا أين السكر اللي ناخذه الجسم راح ياخذه وراح يجزئه عشان يسوي منا جلوكوز. الحين حسب يعني بعض الأنواع من السكر بس يأخذ الجلوكوز اللي جدا مهم للجسم، لأنه هو خلينا نقول مثل ما نقول الطاقة مال المخ، فجسم يستعمله وطبعا يستعمله حتى للطاقة. مثلا أنا من أبلش رياضة أبتدي رياضة، أول شيء راح أستخدمه راح يكون الجلوكوز، وبعدين أستخدم غير أشياء مثل الدهون أو غيره. ولكنه المشكلة أنه عندنا ثلاث أنواع من السكر. عندنا السكر اللي يكون المصنع أو المكرر، عندنا السكر الطبيعي، وعندنا السكر المضاف. السكر الطبيعي طبعا يلتقي في الفواكه، في الخضروات، في الحليب ومشتقاته، في العسل. وإحنا ندري أنه كل ما الحليب ومشتقاته تكون low fat يجوز تحتوي على السكر أكثر من الدهون عشان الممزج مالتهم. نعم. عندنا السكر المصنع أو المكرر يجي الأصل مالته من الشمندر أو من غصب السكر، وطبعا يدخل فيه كثير أشياء مثل البسكوت، مثل كل هذين الأشياء اللي الكيك الكرواسون غير أشياء طبعا. وطبعا عندنا السكر اللي يكون مضاف. السكر اللي يكون مضاف أكثر أوقات يقدر يكون مثلا بالمربى أو يقدر يكون بالعصائر. السكر المضاف هو السكر الأبيض، يعني غير أنه طبيعي إحنا ضايفين على هذا المنتج سكر. السكر اللي يجي طبعا من هالأطعمة اللي يكون قلنا الطبيعي من الفواكه خضروات حليب مشتقات العسل يفيد الجسم، لأن هالأطعمة فيهم فيتامينات ومعادن، حتى العسل ترى فيه مواد ضد الأكسدة. فهنا السكر المصنع أكثر الأوقات أو دائما ما في أي فيتامين أو معدن، نقدر نقول أنه الفايدة مالته جدا قليلة للجسم، ولكنه بس يضيف طعم الحلو للمنتج اللي الشخص ياخذه، اللي مثل ما قلت يقدر يكون بسكوت، كيك، آيس كريم غيره. نعم طبعا، يعني مثل ما ذكرتي دكتورة نادية، وللأسف أقول بأنك يعني قسم كبير من الأشخاص يكثرون من تناول السكر فقط لطعمه ومذاقه وليس إلا، لكن دون فائدة جراء ذلك، بل بالعكس يعني له تأثيرات سلبية، منها أنها طبعا يرهق الكبد. يعني هضم السكر كيف يتم دكتورة نادية؟ إينا السكر خلينا نقول ينهضم بالجسم بشكل مختلف حسب هل هو مصنع أو طبيعي. نعم. فهنا عندنا السكر المكرر أو المصنع أكثر أوقات يكون سهل للهضم، فالشخص يهضمه بشكل سهل. منا كلهم مثلا سكر المصنع يعني ينهضم بشكل سهل وسريع. نعم. فهنا يرفع السكري مستوى السكر في الجسم، يرفع أيضا الأنسولين في الجسم، الهرمونة اللي هي تهضم السكر. وطبعا الأنسولين مثل ما ندري يسهل تراكم الدهون في الجسم، ولكنه نرجع للسكر لأنه ينهضم بشكل سريع، حاسة الشبع عند الشخص تكون قليلة، فالشخص يريد بعد يأكل. نعم. يأكل أكثر. وأكل السكر الطبيعي التشكيلة مالته طبعا يكون ينهضم بشكل أبطأ، لأنه أكثر أوقات في ألياف في السكر الطبيعي، يعني
إذا أنا أخذ مثلا الفواكه والخضروات في ألياف فيها، نعم. إذا أخذ مثلا الحليب ومشتقاته في فات فيها، يعني في دهون فيها، فهذا نعم. الشيء يبطئ الهضم. إذا أخذ العسل صح أنه ما في شيء، ولكنه في مواد ضد الأكسدة أخيرا يكون مفيد للجسم، عكس السكر السريع اللي جدا جدا سهل الهضم ويخلينا انه نبقى مشبعانين ونطلب اكثر اكثر سكر، لانه في ماده انه ندمن اذا نريد على السكر. الشخص عنده مثل ادمان، كل ما ياكل كل ما يريد بعد ياكل، لانه مستوى السكر من يرتفع بشكل سريع يرجع ينزل بشكل سريع، وهذا الشيء يطلب الجسم انه ياكل سكر اكثر. نعم. طيب عندي اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليك السلام. يا مرحبا. عندنا سؤال للدكتورة بالنسبة للسكر الطبيعي، الفواكه يعني البطيخ والمانجو والأشياء هذه والتمر، في بعض إذا أخذها بكمية كبيرة هل هي مضرة، والسكر الطبيعي مضرة أو مثلا بسيطة بالنسبة لمرض السكري إذا أكل البطيخ أو تمر أو عنب أو أشياء هذه أو جزء من العسل، هل إذا كانت كمية كبيرة هل مضرة بالنسبة لمرض السكري؟ نعم. دكتورة نادية سمعت السؤال؟ أي نعم سمعت السؤال. أكيد أنه مضر للناس اللي عندهم سكري. نعم، شكرا لاتصالك. نعم، هذني الأشياء أكثر أوقات تحتوي على الألياف وتحتوي على الماء، فيخلي أنه الشخص يشبع يجوز أسرع، فما يأكل بشكل كبير من هذني الأشياء. طيب، طبعا لكل أيضا يعني شخص نظام غذائي مناسب له، طبعا يتم من خلال اختصاصية واختصاصية التغذية وليس من خلال الطبيب. الطبيب يضع الخطة العلاجية الدوائية، أما اختصاصي التغذية فيضع نظام غذائي المناسب للمريض. ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتورة نادية، رسالة: السكر الأبيض والسكر الأسمر، ما الفرق بينهما أو الغامق؟ السكر الأبيض أكثر أوقات صاير عليه عمليات غذائية أكثر، يعني هو تقريبا نفس الشيء، ولكنه السكر البني في عمليات غذائية أقل، فيحتوي على فيتامينات يحتوي على خلينا نقول أقل كيميائي، يعني مواد كيميائية من سكر الأبيض. لا. إذا شخص يريد يأخذ سكر أنا أفضل أنه يكون بني لأنه فيه أقل مواد كيميائية. كل ما عمليات الغذائية صارت أكثر، كل ما العمليات تكررت يعني صار مكرر، كل ما طبعا لازم ندخل مواد كيميائية بهذا المنتج، وكل ما صار مكرر أو مصنع فهذا الشيء مو زين لنا. طيب، هناك بالنسبة للسكر المصنع أنواع دكتورة؟ إيه نعم، أنواع السكر المصنع. أنواع السكر المصنع مثل ما قلت هو المصدر مالته أو يكون من قصب السكر أو يكون من الشمندة أكثر الأوقات، ولكنه الأنواع مالته أكيد يقدر يكون الأبيض أو يقدر يكون الفوكتوز كورن سيروب. أكثر الأوقات نشوف على المنتجات اللي يكون مثل بسكوت أو غيره عندنا الفوكتوز كورن سيروب اللي هذا يكون مصنع 100%. الحين في شيء انه في المرات نشوف فركتوز كورن سيروب بس اللايت سيروب. نعم. هذا بعد شويه اقل فيه بس نفسه مصنع، بس هذني اللي اكثر شيء موجوده هو الكورن سيروب. طبعا عندنا الاسبارتام اللي هو واحد من السكر السويتنر اللي المحليات. نعم. وهذا الشيء اكثر اوقات يعني احنا نعرف ان المحليات اكثر عندها طاقه انه تحلي الاكل، يقدر يروح إلى 400 مرة أكثر من سكر العادي اللي هو أبيض، فهنا الشخص يتعلم على طعم السكر بشكل كبير. طيب، رسالة عبر الإنستغرام تقول: تحياتي لك دكتور وللدكتورة، استخدام العسل مع الشاي هل هو مفيد أم لا؟ وهل العسل يفقد فائدته مع حرارة الماء؟ إيه لا، ما يفقد يعني ما يفقد فائدته مع حرارة الماء، ولكنه أكيد أنه إذا يستخدم كميات خلينا نقول مثلا خاشوق باليوم أو خاشوقتين، والشخص لا يستخدم بعد أي نوع من السكر الصناعي، فهذا الشيء يكون زين. أيضا رسالة أخرى
الأخ محمد الجزيري أيضا وجه له تحية، يقول تحياتي لك دكتور بسام ولضيفتك، سؤالي متى تكون نسبة السكر في الدم منخفضة وهل السكر الدايت يزيد الوزن؟ وشكرا. بالنسبة للسكر الدايت في نعم في بعض بحوث مبينة أنه يرفع الوزن، لأن أكثر الأوقات لازم نشوف وين يلتقى هذا النوع من السكر. يعني إحنا في مرات نشوف إنه في أشياء خالية من السكر ولكنها يجوز تحتوي على فات أكثر، أو الشخص يأكل أكثر لأنه يفتكر أنه مثلاً أقل في سعرات حرارية وهذا الشيء غلط. هاي أول نقطة. ثاني شيء يخبرون أنه لأنه الشخص يتعلم على الطعم مال السكر، فهنا يأكل سكر أكثر أو يأكل بعض المنتجات مثل بسكوت أو كيك أو غير أشياء دايت بشكل أكبر، فبالأخير يزيد الوزن مالته. عفوا دكتور شنو كان أول سؤال؟ السؤال متى تكون نسبة السكر في الدم منخفضة؟ أين؟ إذا يكون السكر أقل من 5.5 ميلي مول باي ليتر، حسب الشخص إذا يأخذ يعني المستوى مال السكر مالته مثلاً قبل الأكل أو لا، أكثر أوقات في علامات لهذا الشيء، في الشخص يقدر يدوخ، يقدر يعرق. طبعاً كل الناس اللي عندهم سكري يعرفون العلامات مال الارتفاع مال السكر ومال الانخفاض مال السكر. دقات القلب تقدر ترتفع، والشخص طبعاً يقدر يروح بغيبوبة، فلازم ننتبه على هاي الشغلة. أكثر أوقات الناس اللي عندهم سكري عندهم هذني العلامات، يعني يصير الناس العاديين يعني هواي قليلا نشوف هذني العلامات عندهم. طيب رسالة أيضا عبر الإنستغرام تتعلق بالنظام الغذائي بعد استئصال المرارة، طبعا هو خارج الفقرة ولكن ما في مشكلة إنه يعني خارج موضوعنا، لكن ممكن نجاوب دكتورة. النظام الغذائي لمن أجريت لهم عملية استئصال المرارة. أكثر وقت الناس اللي عندهم مرارة هم ناس اللي مسوين كثير دايت في حياتهم، أو هواية في مثلا فات ماخذين يعني دهون ماخذين أو مقللين بالدهون، وهذا الشيء هذا اليويو يسوي أنه يصير عندهم مرارة. أكثر أوقات هاي هي المشكلة. أكيد إحنا نقول أنه الكميات مال الدهون لازم تكون محسوبة أو لازم تكون محدودة، ونفس الوقت النوعية مال الدهن جدا مهمة، وطبعا نخفف من مأكولات أو أطعمة اللي تكون مصنعة، حتى سكر اللي يكون مثلا مصنع أو الأشياء اللي يعني الأطعمة اللي سكر المصنع يدخل فيها مثل الكرواسون مثل البسكوت. طبعا أنا أقول هذاني دائما، ولكنه مرات نشوف الصلصات، صلصات السلطة، صلصات الباستا مثلا، أو بعض المأكولات أطعمة مثلا محضرة نحطها بالفرن يعني ناكلها، هذاني الأشياء في الوقت تحتوي على سكر مصنع لازم ننتبه عليها. نعم. أيضا رسالة أخرى تحياتي لكم، يقول استخدام السكر الطبيعي عسل وغيره هل هو أفضل من السكر المكرر وتنصحون به لراحة الكبد؟ مثل ما نعرف طبعا الكبد هو المعمل الأساسي، المعمل الحيوي في الجسم، والذي طبعا يتم من خلاله يعني استقلاب وتصنيع وتحليل وتركيب الكثير من المواد، فالسؤال السكر الطبيعي هل هو أفضل من المكرر؟ أكيد هذا الشيء أكيد يكون أفضل. إحنا نقول أنه بالعادة السكر المكرر الشخص يقدر يأخذ منه باليوم كتكون آنسة ومرة 6 ملعقة صغيرة، يعني تقريبا يكون نقول أنه 30 جرام، يعني خشبتين كبار. وإذا يكون رجل فنحشي من 3 خواشي كبيرة باليوم، هذا بالنسبة للمصنع، فالبقية لازم يكون طبيعي. ولكنه ندري أنه إحنا اليوم يعني حسب البحوث بالعصر مالتنا هذا 10 مرات أكثر ناخذ سكر مصنع من أجدادنا. مثلا واحد من الأمثلة البيج ماك مثلا في 85 جرام من سكر المصنع، 85 جرام في 236% أكثر من اللي مطلوب اللي الشخص يأخذه. ويعني المشروبات الغازية، كل عبوة من المشروبات الغازية تحتوي على ما يعادل من 8 إلى 10 ملاعق من ملاعق الشاي طبعا الصغيرة، بمعنى يعني كمية كبيرة. تصوروا أنه أطفالنا وأيضا الشباب يتناولون كميات كبيرة من هذه المواد السكرية التي تضر ليس فقط في الكبد وإنما أيضا بالنسبة للجسم وتدمر الجهاز المناعي في الجسم. سؤالنا كيف فضلي. دكتور أكثر أوقات الناس يفكرون أنه يفكرون بالسمنة من يفكرون بالسكر. هي ليست السمنة فقط، نعم
مو بس السمنة، يقدر يكون الكآبة، بعض الحساسيات اللي تقدر تجي من الأكل. وطبعاً أكيد أنه المحيط الخصر المرتفع، السرطانات مثل الثدي، البروستات، الرحم، الكولون، البنكرياس، الالتهابات المتكررة أيضاً، الالتهابات المتكررة، ويعني مشاكل كثيرة. دكتورة نادية، نصيحة طبعاً بدقيقة تقريباً واحدة، كيف نخفف ونقلل من تناول هذا السم الأبيض؟ أنا برأيي أول شيء نشيله من كل المشروبات، هذا شيء جدا مهم. حتى لو نريد ناخذ عسل أو ناخذ تمر ويا المشروبات مالتنا، مثلا نعم، شاي أو قهوة. الحليب أو الروب أو الآيس كريم مثلا، أو الحليب أو الروب نحاول ناخذ بدون نكهات. في الطبخ نستخدم سكر طبيعي، مثلا إذا أنا أسوي كيك أو بسكيت أحاول أحط زبيب، أو مثلا حتى فواكه مهروسة، أو مثلا أحاول تمر، أستخدم عسل، زبيب، تمر، فواكه مهروسة، أعتقد هذا الشيء جدا مهم. وطبعا الشيء اللي جدا مهم أيضا أنه لا أحاول أخذ أشياء المصنعة مثل الصلصات أو غيره، أحاول أسويها بالبيت وأستخدم النكهات أكثر شيء، مثلا مثل الفانيلا أو قرفة، أو مثلا حتى النعناع اليابس المجفف أو غيره. كل الشكر للدكتورة نادية الموسوي، استشارية التغذية في مركز Art of Beauty بدبي. دكتورة نادية، شكرا جزيلا لك. عفوا دكتور، حياك.